مساء الخير، مساء النور متابعاتي الغاليات. كنرحبوا بالمتابعات الجدد، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. كما كتشوفوا اول الفيديو، كان هذا القميص هذا في اللون الازرق مدادي، مخيط بالزقلي، عين عقده حتى لتحت، والزوق ديال المعلم كاينين حتى في الناحيه ديال الكتاف، افتحات كذلك في الجناب، كاين الاسود وكاين حتى المجدول ديالهم كما كتشوفوا، يعني الفيديو شارح نفسه. بالنسبه لي كيعجبو هاد القفيطنات بحال هكا، يعني حضاريين ديال شي مناسبه. كاين هاد اللون عاوتاني، هاد الازرق سماوي، يعني التبطين ديالو كما كتشوفوا كاين في الغوز بابي، يعني الكول ديالو طالع شويه، فتحه في الجناب. الى بقيتوا معنا حتى لدابا، ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد والحصري على القناه. كاين عاوتاني هاد الجلابه كما كتشوفوا، الكري ديالها الازرق غير نصف الطوق، اي نقطه هابطه بطريزنا حتى لتحت، طريزه كاينه في الناحيه ديال الصدر والكميمات. كاين عاوتاني هاد اللون هذا اللي شوكولا، كاين غوز بابي، يعني فتياج خياطه عاديه ماشي جبليه. يعني كاينين قفيطنات وكاينين كذلك الجليلبات، يعني شي حاجه زوينه بالنسبه اللي قريب للعيد، ذكرى مولد النبوي الشريف. يعني كاين عاوتاني هاد الجلابه، هذه اللون ديالها الابيض، بالنسبه اللي بغى يدير العمره بالتحتاني ديالها المسلم براندها كلها، كما كاين حتى في القميص كاينه كذلك حتى في الجلابه، كاين حتى الازرق ديالها. الى كيعجبكم بحال هاد لا فيديوهات، ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد، واخا تخليو لينا غير تعاليق قليبات. كنشكركم دائما اللي دخل التحق بينا جديد. كاين عاوتاني هاد القميص هذا، يعني بالزوق ديال المعلم في اللون احمر، والسفيفه يعني عريضه تكشيطه هادي. كاين عاوتاني اللون اسود، يعني شي حاجه اللي راقيه وجميله جدا بالزوق ديال المعلم. يعني دائما شكرا للصنايعيه كاملين والمعلمات ديال راندا وديال الطرز، يعني مشكورين بزاف تبارك الله عليهم، يعني كيخرجوا لنا شي حاجه اللي واعره وجد جميله. شكرا لكم، الى فيديو لاحق.